الوقوف عند هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس أحمد الشهابي مدير المدينة القديمة في حلب. مرحبا بك معنا في هذه النشرة. مساء الخير يا هلا هلا أستاذ أحمد. منذ يومين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بافتتاح سوق خان الحرير، لكن هناك تساؤلات، هل سيكون مصيره مصير سوق الخابية من الإهمال الذي حصل؟ هلا بالإذن منك، يعني سوق الخابية ما فيه إهمال. سوق الخابية هو أحد الأسواق العريقة بحلب القديمة، واللي تم إعادة تأهيله بنى تحتية، رصف وواجهات حجرية، إزالة تشوهات، ترميم السقف المعدني للجزء الشمالي من السوق، تركيب طاقة بديلة، الواجهات الحجرية حكينا عنها، يعني تم إيلاؤه ككلفة بتشاركية بين محافظة حلب ومنظمة اليو ان دي بي، وتم إعادة تأهيل هذا السوق دون كهرباء. الكهرباء تم تنفيذ مشروع البنى التحتية، ولكن يعني ما تقدمه الجهات الحكومية لا يكتمل إلا بالتشاركية مع المجتمع المدني. يعني بمعنى نحن مدينا البنى التحتية ووصلنا الأصابل أو الأمراض إلى المركز التحويلي، ولكن أصحاب المحلات التجارية يفترض أن يبرروا ذمتهم أو عدادات الكهرباء، يتقدموا بطلب إلى الشركة العامة لكهرباء حلب ليتم تزييدهم بالكهرباء. يعني إذا حضرتك رحتي على السوق أو ما بعرف مين اللي أخذ التقرير، في تفريعات واصلة من علب الكهرباء لمدخل كل محل. هذه التفريعة تكون على نفقة التاجر أو صاحب المحل وليس على نفقة شركة الكهرباء. التمديدات الرئيسية نفذت بمساهمة قلت لك من منظمة اليو ان دي بي، متابعة من محافظة حلب والشركة العامة لكهرباء حلب. إذا لماذا تحول السوق إلى مصف للسيارات؟ هو مصف السيارات من أخوتنا التجار، يعني أكيد ما هناك فقط 14 محل مفتوح من أصل 200. ما هلا هو 200، عفوا منك، من التقرير اللي ورد عند حضرتك عدد المحلات التي رممت في سوق الخابية هي 107 محلات وليس 250 محل. هذا واحد. رقم اثنين، عم ينقال بالتقرير انه السوق مهمل وهو مكب للنفايات ومرآة للسيارات. اتوقع انه هذا الكلام مبالغ فيه، لانه انا يوميا، ولكن اصحاب المحلات هم من اشتكوا، هم من اشتكوا على سوء الخدمات، ويقولون أنه يتم دفع تكاليف باهظة جدا لترميم وإعادة فتح تلك الأسواق، ولكن لا يتم تخديمها بالشكل المناسب. دفع مبالغ باهظة التجار يدفعون هذه المبالغ؟ نعم، بحسب أقوالهم طبعا. لا، بالإذن منك، يعني بالإذن منك وبالإذن من أخوة التجار، ما في ولا تاجر تكلف بليرة. ولكن إذا تابعت معنا التقرير هناك أكثر من 4 أو 5 تجار تكلموا. عزيزتي أنا عزيزتي من بعد إذنك، أنا موظف مدير المدينة القديمة بحلب ومسؤول عن كلامي. لم يتم تكليف أي تاجر بمبلغ ليرة سورية لقاء أعمال الترميم التي تمت في سوق الخابية، وقلت لك إنما هو مساهمة أو مشاركة بالتشاركية بين محافظة حلب ومجلس المدينة ومنظمة اليو إن دي بي. تم تغطية كافة الكلف لأعمال الترميم إن كان للواجهات أو للمظلات. إذا أين المشكلة؟ المشكلة بأننا دوما على شاشة التلفزيون العربي السوري أو شاشة توني كريمة ندعو الأخوة التجار لإعادة ممارسة دورهم التجاري ونشاطهم في هذه الأسواق بعد أن يتم ترميمها. ولكن نعود لنقطة الكهرباء. اليوم كمؤسسة عامة كالشركة العامة للكهرباء نفذت الخط الرئيسي وربطته بالمركز التحويلي، ننتظر من اخوتنا التجار ان يذهبوا ليبرروا ذممهم الماليه وتركيب عداداتهم، طلبات لتركيب العدادات ليتم تغذيتهم بالتفريعات الكهربائيه. الابواب الخشبيه او الابواب المعدنيه التي ركبت على واجهات هذه المحلات كانت كلها على نفقه هذا المشروع، ولم يتكلف اي تاجر بليره سوريه واحده. اشكرك جزيلا. شكرا لك على هذه المداخلة المهندس أحمد الشهابي مدير المدينة القديمة في حلب على هذه المداخلة.